السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا رئيس الكا باتريس مونتيبي، يعني يقول لك مازال يعني وين يواصل تأكيده خضوعه لفوز الأقجع. ما استطعت عيون الناس، ما زلت انتم اعلام جزائري وبعض الناس يعني كرعين الجاج هذا تعايروا في الناس، ما زلتوا تخسروا على الجزائر، ما تحتي ما ما ما, ما ريحتوش. انا نقول لكم كاين ناس، خلوا الناس تخدم، انتم راكم تخسروا. خطره قالها لكم ذاك الشاب دينا عمارة في الكاميرون، قال لكم التصريحات تاعكم والهضره تاعكم راكم تهلكوا في الجزائر، راكم تهلكوا في الجزائر. قالوا هالكم نهار اللي كنتوا تروحوا للفيفا ويعطوكم الشعر والجو، قالوا هالكم نهار اللي هدرت واحد من الناس، انا هذا المشرف نهار اللي هدر على لافريك كونف دي عاين لافريك، قلت لكم بلي هذا حل جبهه للجزائر باش تواجه عشينا نخسروا في دراهم كبار غير باش نلم باش نسقموا الصوره تاع الجزائر في الشان في الايديسات. واو لله اليوم نتوما ما زدتو تهضروا على باتريس، خاطر باتريس مونتيبي معانا، باتريس مونتيبي قادنا، باتريس مونتيبي قصف لقجع، باتريس مونتيبي يقلب البيس تاع على لقجع، باتريس مونتيبي يخضع للقجع. اتهموا رواحكم قلبوا طريق، ما قلبتو والو، ما قلبتو لا صديق لا عدو، ما قلبتو تا واحد، كاع الناس راحت وخلاتكم، ما قلبتو تا واحد، على بالكم بلي ما قلبتو والو. كون قعدتو ساكتين وتشوفوا بالك كانوا غادي يجيو الناس يقول لكم يهضر نعاونكم، يا انتم عايتو قرغاشيه، يا وتهمتوا بلي هذا الاعضاء يدوا الرشوه. انت كاك باغي يفوتي عليك، والله ما يفوتي عليك، والله ما يفوتي عليك، وهذو صغار، هذو مازال نصيبهم 2030 نصيبهم، هذو غادي ما يشوف الكلمه الا كاش حاجه هكا، حاجه هكا ربانيه برك لي باش غير كيما هكا تتعايل فيه تقول له تمد راك ديت الرشوه من عند الليبي وديتو الرشوه منا ومن بعد يجي فوطي عليك. والله لا ركب لي صورنا 15 وين وصل باتي. شو هذا كي داير؟ شو شو الاعلام تاعنا؟ شو الاعلام تاعنا هذا؟ اعلام اعلام وين يكذبوا، وين يتقسم الكذب تاعهم على فروع، يتقسم عند هذوك تاع اليوتيوب كرعين الدجاج، يتقسم في الفيسبوك، يتقسم. وين وصل باتريس مونتيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف تاكيد خضوعه لرئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي لقجع. وكشف الاتحاد الافريقي لكره القدم منح المغرب للعام الثاني على التوالي شرف احتضان حفل جوائز الكاف يوم 11 ديسمبر المقبل. بصح اي سمحوا لي، عجبهم التنظيم، عجبهم يعني تنظيم الحفل من اود ولاو في باك ولقجع لقجع لقجع كان قادر يدي كلش تاع القرعه، يدي كلش يدي كلش. لقجع غير يلعب معاكم برك، يقصر معاكم هكا يقصر معاكم. لقجع قادر يعني يقولوا علن لي شو على الاخران. انا نقول لكم، وقالت مصادر اعلاميه في وقت سابق بان فوز لقجع قد خطط لتدمير الاتحاديه الاتحاد الافريقي لكره القدم خلال انتخابات عضويه اللجنه التنفيذيه لهذا الكاب حسب ما كشفه تقرير لموقع فوت افريكا. واعاد فوزي لقجع مخطط تدمير هيئه الكاف. تاعش هيئه الكاف الناس قاعده فرحانه به، الناس قاعده فرحانه بلقجع، الناس قاعده فرحانين بلقجع. هيئه الكاف كي دايره؟ هذه هيئه الكاف كي دايره؟ غير يقولوا لنا برك، هذه هيئه الكاف يعني يقولوا لنا برك. كيراكم تشوفوا فيها انتوما؟ ناس قاع فرحانة بيه، فاطمة قاع الغاشي، الحاجة فاطمة يعني الحاج سانغور مليا، الحاج الآخر هذاك، الحاج فلان. ودي الناس قاعهم يجيبوا قواطين، القواطين تاعهم راهم يحضروا في الوعادي تاع في المغربة الوعادية. هاونا نقولكم الطعومات قاع لي زافريكا ما يطلعوا يديروا الطعومات تاعهم في المكشك طمطم، وتجي تقصر عليا ناول. يعني تنفيذ هيئة الكاف وحسب ما كشف التقرير لموقع فوت افريكا، هذا فوت افريكا ماشي العام اللي فات كان يقول لكم الماتش يتعاود، هذا كان يضحك عليكم على بالكم. وعاد فوزي لقجع مخطط تدمير هيئة الكاف خدمة لمصالح الذي كان خائف من انتزاع يعني
خائب انتزاع عضوية الكاف منه ما يشكل خطر على الـ على الـ على الـ على زتش على كيسموه على الاقجاع، يعني كان غادي زعما زبيزب كان يشكل خطر. ويقال لك وين هدد الاقجاع باستقالة جماعية من لجنة التنفيذ للاتحاد الافريقي للعبة اكثر شعبية في العالم في حال فاز ممثل الجزائر جهيد زبيزب في تلك الانتخابات وفق تقارير الموقع السابقة. وحذر المغربي كل من رئيس الفيفا انفانتينو ورئيس الكاف باتريس موتسيبي بالاستقالة الجماعية لأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة القارية في حال فوز زويزب. وكان رئيس الجمعية المغربية على علم بمخطط انفانتينو وموتسيبي لدعم مرشح الجزائر جاي زويزب للفوز بعضوية الكاف على حساب يعني فوز لقجع. والليبي عبد الحكيم السلماني واكد احد رؤساء الاتحادات المحليه قال لك العميل تاع فوزي لقجع الليبي عبد الحكيم السلماني واكد احد رؤساء الاتحادات المحليه لكره القدم في القاره الافريقيه لموقع فوت افريكا بان الجميع قد اندهش من تهديد لقجع بتلك الاستقاله الجماعيه في محاوله منه لتدمير هيئه القاريه بسبب ممثل جهيد زويزب. والله هذا امور هذه قالوا لكم عليهم ولا شد ولا كي ولا لا بصح يا بركاوة. يجبر يقولوا تروح ولا الناس حكى لينا على بالكم والله الناس تضحك علينا والله العظيم الناس تضحك علينا والله العظيم والله تروح الامور الناس يضحك علينا. كذبوا نورمال. قال لك عوار يصدم مورينيو بسبب المنتخب الجزائري. يا ودي عوار غادي يجي يلعب نورمال وغادي يجي ما كان عندنا اعلام ودعمي لا اله الا الله محمد رسول الله. زعما كل شغل مورينيو مشى باغي عوار يجي يلعب كوب دافريك وهذا قال له لا نروح نلعب. يا ولدي بركه ما تكذبوا يا ولدي الشيطان يجي يكذبوا نورمال. الله العظيم جبانك غيتيري من ناس راحت مجسر الغاشية قلعت راحت نقول لكم بارككم الله يسوع الغاشي يا نقول لكم موتي بارككم الله يسوع الغاشي بركاو كلش باين
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو ماشي ابوني معنا وربي يحفظكم ان شاء الله ويحفظنا معكم وصحيتو خاوتي.